بمناسبة إحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على تدشين معلم الحرية المخلد لموقع رفع العلم الوطني بسيدي فرج ذات 5 جويلية 62. وكان في استقبال يا رئيسين كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج. الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، وأعضاء من الأسرة الثورية. يوسف الخطيب أحمد سان، أهلا وسهلا. سي لو شيف هيستوريك بوندون لا غير ليبراسيون دو لا ولاية 4. الله يبارك فيك. الحمد لله. ذات البركة. الحمد لله. مازال درنا الواجب تاعنا. شيف هيستوريك اللي باقي لنا. الله يطول في عمره إن شاء الله. الله يطول. احنا طلعنا الإعلام هنا في 62 في الاستقلال. ولا الشكر على واجب. دور كبير. اي بارك الله فيك. الله يعاون الناس، الله يقدركم على المسؤولية. امين امين يا رب العالمين. شكرا. الله يبارك فيك، يعيشك بارك الله. وزير المجاهدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، يعيشك بارك الله فيك، يعيشك. حيث تبادل السيد الرئيس أطراف الحديث مع المجاهدين والمجاهدات. السلام عليكم.